حينها خلفت القاضية الأمريكية روث بيدر جينزبرغ جدلا واسعا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول من سيخلفها في أعلى المناصب القيادية بالولايات المتحدة وتوقيت التعيين. فبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته ترشيح خلف لجينزبرغ، عرضه منافسه الديمقراطي جو بايدن معتبرا أن ترامب لا يمتلك هذا الحق، حق التعيين، بسبب قرب الانتخابات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ جميل سماوي، الخبير في القانون الأمريكي. أهلا بك أستاذ جميل. لماذا يهم من هم في المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا أهمية المحكمة العليا أو السوبريم كورت في الولايات المتحدة تنبثق من أنها أعلى محكمة أو أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، ولديها اختصاصات فيدرالية واختصاصات دستورية. طبعا هذه المحكمة مختصة بقضايا الفيدرالية التي ترفع من قبل القضاء الفيدرالي، محكمة الاستئناف الفيدرالية، وأيضا تنظر في القضايا التي تكون الدولة الأمريكية طرفا فيها، خلافات بين الولايات المتحدة المختلفة، خلاف بين مثلا بين كاليفورنيا ونيويورك، وأيضا تنظر بالخلافات بين الأشخاص إذا كانوا من ولايات مختلفة من أجل العدالة. وهاي هي اختصاصات المحكمة. طبعا المحكمة مكونة من 9 أعضاء يتم تعيينهم، تنسيب تعيينهم من قبل الرئيس الأمريكي، ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ اللي هو المجلس الأعلى السنت على هذا التعيين بالأغلبية المطلقة، يعني 50% أعلى من 50%. طبعا مع وفاة المرحومة القاضية روث بيدر جونزبرغ أصبح لدينا شاغر. طبعا هذا الشاغر في بعض الإشكاليات، إنه هاي المحكمة يجب أن تكون فيها نوع من أنواع التوازن، البالانس. فاليوم لدينا 5 محافظين و4 ليبراليين. مع وفاة القاضي روث أصبح لدينا 5 محافظين و3 ليبراليين. وطبعا تعيين التنسيب الرئيس دونالد ترامب سيكون محافظ، وبالتالي ستفقد التوازن، فسيصبح لدينا 6 محافظين و3 طبعا، وهذا سينزع عنها صفة التوازن كمحكمة عليا وأعلى جهة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية. طب هل يحق للرئيس الأمريكي ونحن في سنة انتخابات أن يذهب ويصر على التعيين في هذا الإطار؟ هناك سابقة في العام 2016. صحيح. طبعا في مسألتين أريد أن أتحدث بهم. المسألة الأولى هو سأتحدث بسابقة 2016 وماذا حصل، وسأتحدث أيضا عن سابقة قضائية في سنة 1803 اللي هي في قضية سابقة قضائية ميلبري فيرسس ماديسون. طبعا 2016 الرئيس أوباما نسب بتعيين قاضي غورسيتش بشهر 3 2016، قبل 9 أشهر من موعد الانتخابات. نعم، وتم اعتراض السنتس انذاك. طبعا السنتس كان جمهوري مثل الان، واعترضوا ولا يجوز التعيين في سنه الانتخابات، وهذا غير مقبول، ويجب ان نترك الخيار للرئيس الامريكي المنتخب الذي سينتخب لهذا الاختيار. وطبعا استعملوا حقهم القانوني انذاك بان ماطلوا في لجنه بالكونغرس اسمها اللجنه القضائيه، وهذه اللجنه هي التي تنظر بترشيحات الرئيس، ومن ثم توافق او ترفض، اذا رفضت تعيدها للرئيس، واذا وافقت ترسل موافقتها للكونغرس للسنس للتصويت. طبعا في ذلك الوقت اخروا، تم تاجيل التصويت من قبل اللجنه لشهر 1 2017 حين معرفه الرئيس المقبل. طبعا ولما أجلوا طبعا تم حل السنتس، وبالتالي مع حل المجلس السنتس رقم 114 أصبح الترشيح لاغي. وبالتالي جاء الرئيس ترامب في شهر 2
ونسب بشخص آخر وتم تعيينه اللي هو غارلاند القاضي أو جاستس غارلاند زي ما بيسموه أو القاضي غارلاند. اليوم نحن في نفس الموقف لكن إحنا في أقل من 6 أسابيع عن الانتخابات 47 يوم التاريخ بعيد نفسه توفت القاضية والآن طبعا الديمقراطيين يطلبوا أنه الانتظار والتريث لحين انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد وطبعا هم بتحدثوا بأن انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد هو مؤشر للغبة الشعب وبالتالي يجب أن ندعم تترك لإرادة الناخبين طبعا أنه الشعب سينتخب الرئيس وهو هل يرغب بشخص محافظ أم ملء الشاغر بشخص محافظ أم الليبرالي. طب الآن مجلس الشيوخ حيث يسيطر عليه الأغلبية للجمهوريين فيما لو أصر الرئيس على هذا التعيين سيمضي مجلس الشيوخ باستجواب القاضي المرشح أما هناك أن أصوات داخل الحزب تريد أن تبقى وفية لآرائها في العام 2016 تقييمي الشخصي لهذه المسألة بأن الرئيس سيصر والمجلس الشيوخ السنة سيصوت وسيصبح لدينا شخص سيملأ الشاغر من قبل قاضي مرشح من قبل الرئيس دونالد ترامب. طبعا بدي أرجع لقضية اللي هي ميربري فيرسس ماديسون هي قضية بال 1803 كان في الرئيس اللي هو جون آدمز قام بإجراء تعيين قضاء قبل أسبوع من تركه للبيت الأبيض ولما إجا الرئيس اللي بعده اللي هو توماس جيفرسون الرئيس توماس جيفرسون اكتشف بأن تم توقيع قرارات التعيين ولكن لم يتم إرسالها للقضاء فأوقفها فقام أحد أولئك القضاء برفع دعوة طبعا المحكمة اعتبرت القرار قانوني تعيين قانوني ولكن لم تجبر الرئيس على إرساله إلى القضاء وبالتالي إذا تعرف إحنا القضاء الأمريكي هو common law مبني على السوابق القضائية رأيي أنا القانوني بأن المحكمة العليا في حال Supreme Court في حال نظر هذه الدعوة سترجع إلى قضية ميربري فيرسس ماديسون وستحكم أن التعيين صحيح كما تم الحكم في العام 1830 لماذا لا تعود إلى العام 2016؟ في هذا الإطار إذا عام 2016 هو فقط رأي واستعملوا حقهم القانوني كسنت بتأجيل يعني هم لم يوقفوا الترشيح وإنما استعملوا آثروا أن يتم بعد الانتخابات طبعا أليس الموقف يجري لصالحهم طالما أن في العام 2016 طبعاً. كان أوباما وهو ديمقراطي الآن هم يسيطرون على البيت الأبيض نعم. وكذلك دونالد ترامب هو جمهوري هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لذلك أنا أعتقد بأن السنت سيوافقوا على الترشيح وسيتم التعيين طبعا في التعيين قد يأخذ ما بين 2 إلى 3 أشهر لكن السنت لجنة الترشيحات القضائية ستنظر بالترشيح هذا هو السقف الزمني نعم للتعيين 2 إلى 3 أشهر ولكون انتخابات ولكون بغض النظر عن الانتخابات ولكون الرئيس الذي نسب هو رئيس جمهوري وبما أن السنت هو سنت جمهوري فسينظر في الطلب وسيتم الموافقة عليه أنا هذا اعتقادي وأعتقد جازم هذا طب ماذا يفيد أستاذ جميل في هذا الإطار هذا التعيين الجمهوري إذا كان أو ذهب محافظا في المحكمة الاتحادية للقاعدة الجمهورية للناخبين من الميول المحافظة خاصة بالنسبة للقضايا التي دائما ما تكون مثار جدل كقضية الإجهاض والرعاية الصحية والقاضي الراحل كان من مؤيدي المساواة وكذلك في موضوع الإجهاض كان لها مواقف كثيرة طبعا هذه القاضية هي لديها مواقف مساواة المرأة في موضوع الإجهاض زواج المثليين وطبعا هذا المعادلة ستختلف في حال جاء شخص محافظ على وطبعا كما تحدث سابقا سيصبح لدينا 6 محافظين مقابل 3 نعم وسيصبح الأغلبية وأنا أعتقد بأن الرئيس ترامب يسعى جاهدا لتعيين محافظ في المحكمة
العليا ليكسب الأصوات المحافظين الأكثر تشددا. هل من الأسماء تبرز بهذا الإثار أستاذ جميل؟ ما طبعا هناك تحديث عن 40 قاضي، طبعا سيتم تعيين قاضي فتاة هكذا ذكر. وقبل قليل صرح المرشح جون بايدن بأنه أيضا يرغب بتعيين فتاة ذات أصول أفريقية أمريكية، وهو طلب عدم استمرار في 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 زيادة الهوى ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل طلب أن يتم تجسير الهوى، ومن خلال انتظار لحين انتخاب رئيس جديد سيتم تجسير الهوى. يمتلكون الديمقراطيون اليوم مسار عمل محدد لتعطيل على هذا التعيين. نانسي بيلوسي في تصريحات لها وهي رئيس مجلس النواب تحدثت عن احتمالية المساءلة. طبعا لا يملكوا، لان مجلس النواب يسيطر على الريبريزنتيفز اللي هو زي مجلس مثل مجلس النواب، وبالتالي هم لا يصوتوا على التعيينات العليا. من يصوت على التعيينات العليا هم مجلس الشيوخ والسنتس، وبالتالي لا يحق. طبعا هناك ممثلين لحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ ولكنهم ليسوا اغلبيه. واعتقد تصريحات نانسي بيلوسي هي فقط من اجل الدعايه وإفهام الجمهوريين بأنهم الآن سيقعون في خطأ قد تدفع ثمنه الولايات المتحدة لاحقا. طب برأيك أي تأثير سيكون لهذا التعيين على الحملات الانتخابية لكلا الحزبين؟ يعني تابعنا منذ يومين الأموات وحملات التبرع تزداد بشكل كبير. نعم، ما زال جوي بايدن يتقدم، ولكن ترامب مع استمرار هذه ومع قدرته على ترشيح شخص خلال أسبوع سيتمكن أيضا من زيادة فرصته في حصول على أصوات أعلى. أنا أشكرك الأستاذ جميل سماوي الخبير في القانون الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور والمشاركة. شكرا.